برعاية ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبحضور سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي انطلقت بطولة العيد الوطني المجيد للقدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي. نعم، يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة. بهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات التأهيلية المحلية، وصلت إلى 161 فارسا وفارسة من مختلف الاستبلاط، مبينا سموه إلى أن الإقبال الواسع على المشاركة في سباقات القدرة دلالة واضحة على نمو هذه الرياضة وازدهارها وتطورها إلى الأفضل دائما. قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المتتبع لمسيرة بطولة العيد الوطني المجيد طوال تاريخها يدرك تماما اهتمام الاستبلاط والفرسان على تقديم أفضل المستويات والمشاركة بأفضل الجياد وسعي الفرسان لتطبيق الجوانب الفنية لتحقيق النتائج الإيجابية، ودائما ما نشهد مشاركة واسعة وقوية بين الجميع. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن هذه المنافسة دائما ما تكون عاملا إيجابيا على تحقيق المملكة نتائج إيجابية خلال المشاركات الخارجية، وهو ما كان واضحا طوال الفترة الماضية بحصد العديد من الإنجازات، ونحن سعداء برؤية دخول وجوه شابة عديدة في عالم رياضة القدرة. وعن السباق الرئيسي لمسافة 120 كيلومتر أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المنافسة ستكون مفتوحة بين الاستبلاط والفرسان، ومن المؤكد أن تشهد المراحل إثارة وندية عطفا عن المستويات البارزة التي شهدتها السباقات الماضية والجاهزية الكبيرة للاستبلاط والفرسان في مواصلة تحقيق الأهداف. تمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كل التوفيق وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح لكافة الفرسان والاستبلاط المشاركين في السباق الرئيسي هذا، وتتجه الأنظار يوم غد السبت نحو قرية البحرين الدولية للقدرة التي ستحتضن السباق الرئيسي لبطولة العيد الوطني القدرة لمسافة 120 كيلومتر و100 كيلومتر بمشاركة واسعة من الاستبلاط والفرسان، وسوف يشهد السباقان تنظيم مسابقة أفضل حالة جواد بدعم ورعاية من سمو الشيخ نورة بنت حمد الخليفة قائد فريق الفرسان. وشهدت السباقات التأهيلية المحلية مشاركة واسعة من الاستبلاط والفرسان حيث سجلت أرقاما متصاعدة في المشاركة، مما يؤكد مواصلة تطور رياضة القدرة البحرينية والإقبال الكبير للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد.